في عيدية الجودة، وهي سلسلة محاضرات CPHQ بتقديم نخبة من المدربين. ونتشرف أن اليوم أول مدرب هو أستاذ محمد الحجي في CPHQ، وطبعاً هو أول مدرب أنا دربت معاه شخصياً CPHQ، وكانت فرصة جميلة وممتعة. فهو إنسان داعم جداً للممارسين الجودة ومن الباشنت بالCPHQ. طبعاً أيضاً الأستاذ محمد هو مؤسس نادي الجودة في المملكة العربية السعودية، وأيضاً قدم العديد من الدورات في الجودة والإدارة الصحية. المايك معاك، وأنا بكون معاكم بالشاتينج. فأستاذ محمد الشاتينج بيكون معاي أساس أنه تركز بالمحاضرة، وأنا will handle the chatting إن شاء الله. فالمايك is yours. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يعطيك العافية أستاذ هيفاء، ألف شكر على الدعوة وعلى التنظيم. الآن الصوت واضح ولا لا؟ واضح الصوت، ممتاز. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لي الشرف طبعا المشاركة مع زملائي في هذه المبادرة الكريمة من الإدارة العامة للجودة وسلامة المرضى في وزارة الصحة، وحقيقة أنا شرف لي أن أشارك وألتقي فيكم. إن شاء الله اليوم المحاضرة راح تكون يعني محاضرة بسيطة إن شاء الله، خصوصا أنها راح تكون مقدمة في باب الجودة وسلامة المرضى، بالإضافة إلى الامتحان وما نعنيه بCPHQ. تتردد الكلمة CPHQ كثيراً على مسامعنا، ولكن قليل يمكن أو البعض يجهل أو ما عنده معلومات كافية بخصوص CPHQ. بالنسبة لي أنا شخصياً أعتبر شهادة CPHQ أحد أهم الشهادات، أهم الشهادات في مجال الجودة، بالإضافة إلى أنها تساعدك على أنه تكون شخص ملم في المجال كبيزماين. يعني حصولك على شهادة CPHQ ليست نهاية بل بداية، وهذا المفروض اللي احنا دائما نتكلم فيه. إن شاء الله نهاية المحاضرة راح نفتح المجال للأسئلة، فأتمنى أنكم يعني تركزون معي، تخلون الشات على جنب، تركزون معي في المحاضرة، الأسئلة إن شاء الله في النهاية، وبإذن الله تعالى راح نكون إن شاء الله محققين الهدف من هذه المحاضرة أو الساعة. ممتاز. بخصوص الصوت، يمكن الصوت عند البعض أوكي والثاني الآخرين لا، يلا تشيكوا من عندكم في الكمبيوتر على اساس يتضح الصوت. استاذ محمد، بس معانا حضور غير متحدثين بالعربيه. اوكي، يا ريت بس تشرح لنا، ممكن المقدمه بالعربي بس الكونتنت بتكون اغلبها بالانجليزي. جميل، ولا يهمك. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. We'll talk about now about CPHQ. Let's talk about CPHQ. What do we mean about CPHQ? It's basically a certified professional healthcare quality. And certified professional يعني ممارس محترف في مجال الكواليتي في الرعاية الصحية. هذه الترجمة لCPHQ, certified professional in healthcare quality. عادة تكون الكورسز اللي تقدم، وهي ليست كورسز طبعا مشروطة، يعني بإمكانك تقديم على الامتحان بدون الحضور لأي دورات تحضيرية، ولكن للأمانة الدورات التحضيرية تختصر الكثير من الوقت والجهد. فبالنسبة لي أنا شخصياً تجربتي مع CPHQ لما كنت أعمل في مجال الجودة وحصلت على CPHQ عام 2012. لكن قبل كذا أحب أني أتعرف بنفسي، يمكن البعض ما يعرفني، إنه أنا أساساً الباكجراوند تبعي نيرسينج في كريتيكال كير. انتقلت إلى مجال الكواليتي في 2007، وبعد ذلك حصلت على الماجستير والCPHQ، وانتقلت في 2012 إلى رعاية إلى الهيتا أو الهيلث كير انفورميشن تكنولوجي أو تقنية المعلومات الصحية. عملت في وما زلت أعمل في مجال المعلوماتية الصحية من خلال الجودة وسلامة المرضى، واللي بيقرأ عن موضوع
السيبوي أو المعلوماتية الصحية يجد إنه milestone was initially was patient safety. أستاذ محمد معليش ترفع صوتك، أعتذر للمقاطعة بس أنا أشوف الشاتينج في طلبات لرفع الصوت. أوكي. هذا بسيط جميل. أيضاً. جميل. الصوت واضح الآن؟ الآن أفضل. كويس. طيب. We will talk in English and Arabic if you don't mind, because I think there are some of you who didn't understand English and others didn't understand Arabic and vice versa. So I would like just to make it to break it down into two. It's difficult, I know, but I wasn't aware about that. But let's talk about my career plan. I started as a nurse in critical care. I moved to quality and now in health informatics. I got my Cphq in 2012, and to be honest, was a great experience when I got that certification. It was not an easy journey, but it took lots of effort, and also, to be honest, you have to dedicate time and effort reading and practicing, and also reviewing some questions and answers, okay? Agenda, basically, we'll talk about CPTQ briefly as an exam, as a quality definitions, because this is like your first lecture, and they would like to give you some hints about quality. Following my lecture, there will be a series of lectures that will be handled by my colleagues from different domains and hospitals. But all of them, they are interested and certified and qualified in quality. And I will move toward historical data in relation to what's the origin of quality, when was it started? And we will talk about the pioneers and then some philosophers, and we might review some tools, but this will be just overview. I would like to mention something very important. This lecture, it's not a course, okay? This lecture is a review, it's just like introduction. It will give you some sort of, let's say, idea about what is CPHQ, okay? So don't rely that this is a full course. It's like 3 days course. It takes like up to 3 to 5 days. Some of them, they do it in 5 days. But basically, CPHQ depends on you. Either you take the course or you don't take the course. Still, the efforts, the number of books you have read, the dedicated time you have dedicated to study and review, it is one of the success factors you need to consider. Okay, so what is the CPHQ? Basically, CPHQ historically was started in the 1980s by the NHQ. And the NHQ, they are association, National Association for Healthcare Quality. They have started with CPHQ in order to give the opportunity to all healthcare providers. Some of you would ask, is CPHQ relevant for nurses or to physicians or pharmacists? We have to consider one thing. And write it down now, please. Quality is everyone's job. الجودة مهمة الجميع. فCPHQ كشهادة هي مهمة للجميع. سواء أنت نيرس ولا طبيب ولا صيدلاني ولا فيزيوثيرابيست ولا لاب تكنيشن. الكواليتي مهمة ومسؤولية الجميع. وهذه المفروض اللي إحنا اليوم لازم نركز عليه، خصوصاً إنه ما شاء الله تبارك الله العدد كبير وإنه أنتم from different sectors and most of you are from different backgrounds and hospitals and even countries. So let's talk about CPHQ as a credential that you will get in order to baseline your backgrounds and your knowledge in order to let your organizations or employers to decide about whether you have the baseline of quality or not. Having CPHQ doesn't mean that you are
fully let's say quality professional. It means that you have theoretical part, but again, you need more and more practice. You have to have experience, and experience is driven by what? By time. So why we need Cphq? In fact, Cphq is essential for everyone in order, those interested healthcare providers, in order to elevate their healthcare services. Whether you are working in quality department or you are working in bedside, still this designation is very important, especially for those nurses, managers, or medical directors, or pharmacy administrators. Everybody is focused on quality. We, as healthcare provider, we focus on providing not only a care, but that care is considered highly standardized and safely and efficiently and effective care. How we do that? We have to understand quality. Basically, how to understand the quality in healthcare, you need to have a CPHQ. So take it that way. أستاذ محمد معلش صوت يقطع وفي طلبات كثيرة أنك ترفع الصوت. سوري ما يقطع الصوت واطي. يعني واضح okay. لو تقرب yeah. من اللابتوب اوكي okay. هو سماعنا حاط اي او انك تستخدم من سماعه اللابتوب اتس فاين اوكي او تقرب okay. منه طيب اوكي okay. انا ممكن بكتب لك بالشاتنج البرايفت اذا في شيء على الصوت طيب. بكتب لك بالشاتنج okay. بنتبه على الشاتنج بدل ما قاطع الآن واضح بس مع الاسترسال يبتدي شوية يخف يعني. Okay. Yeah, we will notify you by the chatting. Okay. Okay. طيب الآن واضح الآن أفضل تمام أوكي واضح طيب عذرا يعني أنا ما كنت أدري بصراحة طيب so we will talk about now the lecture we'll go back طيب certification is very important. And this is what we mean about CPHQ, Certified Professional Healthcare Quality. And I would like you, everybody, to read this handout. It's like a few pages. Yani it's like 20 or 24 pages. It is about the handbook about the exam itself. It is very important to read it before you decide whether you need to take this course or this designation or not. It will give you more and more information about it, okay? So this book is available. We can send you the link. It's like a PDF. Everybody can have it. And also we can share it through our Twitter account and the Saudi Club, just to make it easy for everybody and handy. So the content. محتوى CPHQ يتفرع إلى mainly إلى أربع أقسام. القسم الأول leadership and structure القسم الثاني performance improvement القسم الثالث patient safety وأيضا risk management والقسم الرابع القسم الرابع اللي هو عن data analytics والdata management so the content has four pillars so number one is leadership structure the second is performance improvement and patient safety and also data analytics. All of them are important in order to enhance the quality of your services in your hospital or your organization or even in your clinic. The CPHQ content focus is not only for those four pillars, even every single pillar or every single domain has been cascaded in different way that, for example, leadership, when we talk about leadership, we're talking about the hierarchy,
how the hierarchy is designed in your organization to meet the quality standards. Do your leaders enhance the culture of safety? Do your leaders commit to quality, continuous quality improvement? Do your leaders encourage and speak the language of quality? When we talk about data analytics, we're talking about information, how it's being processed as data, how do we collect data, how do we design those information displays, and how do we put standards in order, and how can we put standards in order to ensure that the measurements has been analyzed on unbiased way. And also we will talk about planning for performance, BI projects. BI projects are very important. Performance improvement is similar, like for example, you have infectious diseases in your hospital, like outbreak, and you need to reduce that number. You have to plan it, and you have to use certain quality tools in order to design your project or the performance improvement in order to have an outcome that will be enhancing your care delivery. Also, quality, number one, is talking about education, education and education. It's very important to train your staff in job training. You have to share with them every single updates in patient safety, risk management, quality. So everybody is aware about those domains, and we speak one language. The problem in some hospitals, you might say that quality language is only really spoken among executives and quality professionals. But when you go down to the shop floor or to the line managers or line staff, those people or those staff, they have no clue about, for example, Sentinel event. When you talk about central event, they will be hardly, you know, understanding what you mean by central event. And this is a problematic issue. But personally, I found it, I found this issue has been overcome by accreditations. Nowadays, you know, we have all hospitals are mandated to have Cphq accreditation. Cphq accreditation, part of it is educational. It is educational session. And surveyors, when they come to your organization, you should seek their expertise, you should learn from them, listen what they are talking about, because part of the accreditation process, or almost the most important thing about accreditation, is to educate you and make you aware about those standards. And those standards were not embedded in your process, in your system, or workflow for the sake of putting them as a hard stops. Now, actually, we would like to make it easy for everybody and accessible to everyone in order to improve the quality of care. So that's why we have to come to the hospitals from time to time, every 3 years or as needed, just to elevate their performance through your knowledge and practice. Communication is one of the most important thing that we have to focus, and please, when you read and review quality content, focus on communication, how the communication been delivered, how communication has been designed in a way that do we have open door communication, do we have the leaders visibly in our workplace, do they come in the round? Do they join doctors round or nurses round? Do they speak the quality language? Do they ask about how many pressure ulcers have you got today or last night? How many quality or collapse have you been measuring through the last couple of days? How was your last night shift? Was there any issues on patient experience? All of these type of communication are important. Also, between healthcare providers, do healthcare providers use a structured communication model, for example, SPAR? Do they speak a clear language?
are they fit to speak that healthcare language, which is like English in Saudi Arabia? Do they speak English in a way that will be safe to the patient to handle their requirements? And etc. When we talk about patient safety assessment and planning, and also designing patient safety programs, it is one of the things that you, as a CPHQ, inshallah, in the future, when you handle this job, you will be the one who's going to assess or doing the needs assessment in your organization, and you will find out that your colleagues or your staff are lacking certain concepts related, for example, to risk management. How do we log risks in our organization? And if after logging them, how do we act, or who's going to handle them? Similar to patient safety incidents or the OVR, for example, who's going to report them? Do we have a tool to report? And also, who's going to handle those incidents and categorize them and giving them, let's say, a matrix that will be prioritized in a way that will be escalated to top management to take actions, etc. So basically, this is what we're talking about, CPHQ. The content itself, it is a thorough content. It's been studied and revised every single year by professionals in NHQ or National Health Association Healthcare Quality in state. And that's why even this exam itself, it's been updated from time to time. And I will show you now what are the components of every single domain. Example, in this slide, you can see that in the top, we have organization leadership, structure and integration. And there is like a list of component or let's say measurable elements, I would call them, if you are dealing with standards. Everything, those 13 standards, if you read them carefully and map them to the content and the content of the book, which book? You might ask this question, which book I should read? Well, the NHQ, they have their own edition, which is the Q solution. And also Janet Brown, who has been contributing with NHQ since 1980s, she is also producing a book called Healthcare Quality Handbook by Janet Brown. She died in 2013, but since she died, there was a couple of editions were produced in her behalf by her colleagues. So you might see that edition number 28 is too intensive, 29 is a little bit shorter or condensed, but when you go to 30, it's more and more, the 30th edition is more and more focused. But I personally, I like all the editions, you can read all of them. There's some updates, yes, but I like the let's say the huge book because it has every single details. It's not been summarized, okay? Summarizing is good for those who have background in quality, but if you are lacking the background, I would suggest you to aim for the edition number 28. And also the same thing happening, same case for Q solution. Q solution, we have copy for 2012, and also lately, there is the third edition. And also this is, you can purchase the book or you can download it from Google or by attending one of those courses, you might get a copy of that. So, Mr. Mohammed, sorry to disturb you, but I just want to emphasize, I agree with you that the old versions are more thorough and more detailed. Yeah. I totally agree with you. Yeah, yeah. I believe of that every single book, it has its own value and you have to look at it. And please don't focus on just passing the exam. Passing the exam is not a problem. Actually, after passing the exam, it would be a great problem because you would be designated as CPHQ certified professional and people will rely on your feedback. Guess what? If you just pass the exam without studying and understanding every single
thing in the in healthcare domain, people will not trust you anymore, and you might lose your credibility. So I personally would recommend you to invest in your time and don't rush yourself to book yourself for the exam, but focus on studying and learning a new concept and take those new concepts and apply them in your workplace. This will be very actually a great self and independent learning process you will aim, inshallah, in your organization, and you will see the impact in your organization. Even to be honest, even if you didn't have it, if you didn't have this designation, I personally, I can see the people, they can see the logic, how you talk about quality, your momentum about it. They would rely on your feedback, because what you are saying is common sense and based on evidence. So this is like thing that you need to read about it. Like, for example, this is chapter one, organization leadership. They have 35 items, which means 35 questions will come in the exam. And the second, from this is another the same chapter. The first chapter, it has another segment. It's about regulation, accreditation, and external regulation. You know, we have different organizations that they have their power in order to not only controlling rather than certifying your practices. For example, CAP accreditation. CAP accreditation is for laboratory, and also we have the OSHA for health safety. We have HIPAA for confidentiality, or let's say how we are handling documents, who's going to release those documents from medical records, etc. It has to have a certain standards. Different organization, the famous one in state is Joint Commission. And also in Saudi Arabia, we have Cphq. Magnet is a nursing accreditation, and etc. Every single accreditation or body, they are the one who's going to recognize your practices and performance in order to ensure that awareness has existed in your organization, and everybody is meeting and adhering to those standards properly, independently. The other section of chapter one, because there are 35 questions, of course, also education, training, communication, we talked about it. What's the importance of communication? It's very important to focus on communication. Why? Communication is the way we understand, is the way to interpret, and also it's a way to perceive how we have to do our business. In healthcare, we're talking about patient care, patient delivering a care that will be meeting the patient requirements and preferences, and also the standards of the hospital. The second chapter has 30 items, which is health data analytics. To be honest, this is one of the things that my favorite chapters. It's very direct. It's very simple. Very, let's say, quite simple. But let's talk about it from different angle, which is logic. Dealing with numbers, it's a logical thing. 1 + 1 = 2. But in leadership, is different. When I talk about different leadership styles, which one is the most, which one of those leadership styles is actually right? There's no wrong or right in social science. It depends on how you act, in what time, in what situation. But in quality, when we talk about quality leadership style, is participative. You have to participate with the being a participative person, you share your decisions with everybody in order to align it in one direction. In health data analytics, we're talking about the data itself and the medical records. How do we enhance the confidentiality by ensuring the privacy? What's the difference between confidentiality and privacy?
confidentiality is the content itself. It has to be confidential. But privacy is to give an access. Shall I give you an access based on what basis I have to give you that access or not? And the second thing that we're talking about it is how do we collect data for process improvement or performance improvement? What tools or techniques we have to use? Who's going to handle this assignment? Of course, in the organization, if you have somebody who has a Cphq or let's say a black belt or green belt, a Six Sigma, he will be the right person or she will be the right person to handle such assignment with the confident. Do we have certain measures? What are those measures? What's the difference between matrix and indicators? Well, simply, all indicators are measures, but not all measures are indicators. So put in your minds about that. Once you collect and display and analyze your data, now is the time for you to benchmark it with other rivals or other hospitals or other organizations. Why? Because I would like to seek the best practices. I would like to seek who is able to give me hints about my practice. I might be the best in the field, but how can I know if I don't benchmark or compare myself to others? So, and data analytics also talks heavily on how to analyze the data. Analyzing the data is very important because you have to report them in a way that will be very easy to follow. You have to use, for example, control charts or run charts, or let's say pie charts, or histograms, all of these different tools. It will be explained in the next, inshallah, lectures by my colleagues. But every single one of them has its own purposes, and we don't use pie chart for the sake of just, I like the pie chart. No, I use it because I have so many variables. They are all related to each other, and I would like to show them in one place. The best thing is it's pie chart. But if you have like more than 5 or 6 or 8 measures, it's recommended to use, for example, histogram. If you're dealing with time, you'll use, for example, run charts. If you have certain limits and you don't want to exceed or you don't want to see any declining, or if you would like to see if there's any trends and you would like to do trend analysis, you would use the control charts. Every single tool and every single display has its own meaning. And remember one thing, executive doesn't want to see lots of paragraphs you would like. They love to see just one graph or two, and they are already inclusive to your case. The third chapter, it's process and performance improvement. It has 40 items. It used to be 52, but now it's been reduced to 40. And basically, if you understand the data analytics, you'll go straight away to the process improvement, because you have to map the process. You have to understand what models you need to do to use. The most famous model is what? It's actually PDSA. Plan, then you do it, you plan, you do, then you study, then you act. Or when we merge focus with it, we have to find an opportunity, or we have to find a challenge, a new challenge. I will not say problem, but in healthcare quality, we're talking about challenges confronting our practice. So identifying opportunities for improvement, it's one of the unique things that only quality or CPQ mindset person would love to do. And even those executives, they would love to hear them speaking and talking about how they could move to the next level. They give them actually different models in order to cut costs or to enhance patient safety or to make their processes more and more efficient and effective.
And the last one is patient safety. It has 20 items. And basically, when we assess and plan for patient safety, we have to rely heavily on our data based on your reporting in the OVR. The problem you find in patient safety, if the culture is not supporting patient safety, doesn't have a culture of safety, people will be reluctant to report incidents. At this stage, what will happen? You are losing more and more opportunities to learn. And when we talk about patient safety, we're talking about human factors and also system failure. Not all patient safety issues are related to human factor. I don't mean to do a mistake. It's the system itself. Similar to, for example, my headset. It didn't work with you, but it works every day with me during work. But for somehow, it didn't work. This is not a human factor. It's not my fault. Actually, it's the system itself. Maybe the website itself. We have to analyze in a way to look to everything that's surrounding us. If you see a traffic light and somebody crossing that traffic light without paying attention to if it's red or green or yellow, and he hit somebody and he got an accident, at this stage, this is a human factor. But even if human factors have their own levels, from slip, lapses, and mistakes, or violation. If you pass by a traffic light intentionally, this is actually you're violating the system. But if this is your first time to drive and you didn't know about the lights, what does mean this code to you? Would be this is a mistake or it's knowledge deficit. Or sometimes you're busy using your phone and you are driving at the same time. This is a slip. And this is actually one of the things that we have to look at it. So in your life, this is how we deal with the human factor in order to enhance patient safety. System failure is, do we have a policy to govern our practice or not? Do we have a standard? Have we got any idea about root causes analysis were studied and there was actions, corrective actions were taken in place or not? Did the management provide us with the enough staffing? Did the management provide us with training? This is actually what we talk about system training. Back to the CPHQ, the content itself, actually it has 140 questions. And those 140 questions basically are divided into the four domains. 35 questions, it's about leadership, and 40 questions is about performance, quality, and measurement, improvement or continuous improvement. And 30 questions is about health data analytics, and only 20% or 20 items or questions will come from patient safety. And by the way, those 140 questions, they are multiple questions, and you have to choose one answer, one of the best answer among four choices. And those 140 questions, only 125 questions will be counted. The 15 questions will be just pretest. Why? For research, they would consider those 15 questions in the future examinations. They would like to assess the level of understanding, etc. Can I know which 125, which one is the 15 questions? The answer is no, because they are all mixed together. 140 questions. أستاذ محمد, ممكن بعد كل جزئية تعطينا مختصر بالعربي؟ يعني إذا خلصت الأسئلة, لو تعطينا مختصر نبذة عنها بالعربي. إن شاء الله. فالفكرة في الإكزام 140 سؤال, 125 سؤال راح يكون فوكست يعني عليه درجات, 15 سؤال ما راح يكون عليه درجات. بطريقة أخرى ما راح تعرف إذا الامتحان
عليه which questions يعني أي سؤال عليه درجات ما راح تعرف، كلها راح تكون mixed together. مثل ما تحدثنا سابقا راح يتكلم الكونتنت أو الإكزام على أربع domains أو أربع محاور رئيسية، 35 سؤال على القيادة وعلى الإدارة في الرعاية الصحية، و40 سؤال على تطوير الأداء، و30 سؤال على تحليل البيانات وعرضها وتقديمها لأجل الديسيجن ميكر ياخذون الديسيجن بروبرلي، و20 سؤال على سلامة المرضى. في النهاية، في نهاية المحاضرة إن شاء الله راح نتكلم، يعني راح نفتح المجال للأسئلة إذا عند أحد عنده سؤال، وراح أجاوبكم إن شاء الله. أساس كذا راح أنتقل للسلايد الآن اللي هي أهمية CPQ. طبعاً أنتم جميعاً ما شاء الله تبارك الله عدد يعني يفوق 1003 أشخاص ما شاء الله، ما جيتوا اليوم للمحاضرة إلا أنتم عارفين إيش CPQ وأهمية CPQ، أو على الأقل سمعتوا عن CPQ. أنا شخصياً ما أسوق للCPQ، أنا بالنسبة لي أهتم بالCPQ لأني أنا أشوفها ومؤمن أنها the best certification موجودة في القطاع الصحي في مجال الجودة، لأنها تختصر الكثير من المفاهيم والمهارات والأدوات اللي إحنا كممارسين صحيين ممكن نستخدمها في حياتنا اليومية في بيئة العمل. So the question why you have to have this CPQ. Actually, you will distinguish yourself. ما شاء الله. نشوف ما شاء الله أكثر يعني الجوروز أو أعلام الجودة موجودين عندنا في العالم أو موجودين في السعودية. You name it. مثلاً عندنا أستاذة هيفا. هيفا ما شاء الله تبارك الله. She's a CPQ. And كل المحاضرين اللي بنروح نشوفهم إن شاء الله في الأيام القادمة CPQs. يعني السؤال إنه كل هالأشخاص هذول هم ناس بروفيشنالز وعندهم ما شاء الله وعي تام في مجال الجودة، و يعني درسوا وكرسوا أنفسهم ووقتهم وجهدهم لأجل رفع من شأنهم في بيئة عملهم أو في خبراتهم العلمية والعملية. السؤال اللي بيطرح نفسه طبعاً، هو متوقع السؤال هذا راح يجي، هل CPQ معترف فيها في هيئة التخصصات الصحية؟ الجواب كالتالي: CPQ لا يوجد شهادة مهنية معتمدة من هيئة التخصصات الصحية. هيئة التخصصات الصحية حالياً تعتمد على الشهادات الأكاديمية، CPQ ليست بشهادة أكاديمية مثلها مثل CP-HEMS، CP-BS، CP-HRM، BMB. All of these certifications are professional certification، يعني شهادات مهنية. إن شاء الله في المستقبل لما يكبر العدد إن شاء الله ويكون فيه استيعاب تام من الجميع بأهمية هذه الشهادة، راح يكون إن شاء الله معتمدة. وهذا إن شاء الله يعني مهمة إن شاء الله الوزارة ممثلة بالأستاذة هيفا والفريق معها للتقديم، وأيضا للمحاولة شرح مفاهيم CPQ وطريقة الامتحان والمنهج، وأنها يعني non-profit organization etc. فميزة CPQ is a designation، وأصبحت الآن مطلب في العديد من الوظائف القيادية في مجال الجودة في العديد من المستشفيات في السعودية. مثال يعني مستشفيات تخصصية، مستشفيات تحويلية، مستشفيات الجامعية. أنت لما تكون أنت راسم في خريطة خريطة مستقبلك إن شاء الله في المستقبل القريب أنك تصبح إن شاء الله أخصائي جودة، فأسهل طريق أو يعني أفضل الطرق أن تحصل على CPQ. إذا أنت حابب أنك تكون والله شخص في مجالك مثلا في التبريد أو في الطب أو في الصيدلة أو في أي مهنة أخرى صحية، حتى في الإدارة الصحية، إذا أنت حاب أنه أنت تكون شخص فاهم في مجال الجودة، أسهل الطرق وأفضل الطرق اللي أنا أشوفها بالنسبة لي اللي هي حصولك على CPQ أو قراءة محتوى CPQ. أيضاً CPQ تأهلك أنك تكون مدرب في مجال الجودة. ليه؟ بسبب بسيط، أنه أنت يكون عندك النولج والإكسبرتيز في الفيلد، ويصبح عندك القدرة والاستطاعة
لمشاركة زملائك بأهم الدومينز الموجودة في الكواليتي. بصراحة يعني لما نذكر CPHQ الشرح يطول، ولكن تذكر أنه أكثر من 13,000 شخص موجودين في العالم عندهم CPHQ. في أمريكا لوحدها هي CPHQ متطلب لأي وظيفة في مجال الجودة، وعليها نقيس أهميتها. بالنسبة لي CPHQ holder is not somebody who has a CPHQ, he just passed the exam. لا، actually إنه أنا بالنسبة لي CPHQ الحقيقي من حصل على الشهادة وبعد تقريبا سنة أو سنتين أنجز projects وأيضا مشاريع وأيضا أبحاث ودراسات، وأيضا قام بنقل المعرفة وتجربته لزملائه لتحفيزهم على الدراسة ونقل معلومة. مثلا أنا اليوم بقدم محاضرة عن quality tools أو quality techniques in order to enhance continuous improvement in my organization. لما يكون عندنا في المستشفى الشخص هذا راح نكون احنا updated وتكون الخدمة بطريقة أو أخرى أفضل من السابق. طبعاً السؤال كيف أسجل في الامتحان؟ تسجيل في الامتحان عن طريق الويب سايت هذا اللي هو www.nahq.org. بعد كده راح بعد 10 أيام راح يجيك طبعاً confirmation من التستين كومباني اللي هي AMB. طبعا الطريقه اللي ممكن انك تعبي ابلكيشن وراح تكون ريجسترد في HQ. شخصيا انصح بالانضمام للجمعيه الامريكيه خصوصا في البدايات، رقم واحد للحصول على بعض المحتوى، وايضا للحصول على خصومات في ساعات معتمده. كذلك في الـ AMB ويب سايت راح تقدر you will be able to view all the test centers available in your country. القيمة للامتحان طبعا إذا كنت ممبر $473، الممبر راح تكون زيادة ب $100 اللي هي $579. فبالنسبة لي أنا شخصيا كأول ثلاث أو أربع سنوات تكون أنت ممبر في CPHQ صراحة شيء جدا مهم، خصوصا انك راح تحصل على المجله العلميه تبع الهيلث كير كواليتي او الجي اتش كيو بشكل مستمر ودوري، راح توصلك لمكان عملك او مسكنك. متى اقدر اعمل سكيدجول للاكزام؟ طبعا هنا في طريقه لازم الواحد يفهمها. تخيلوا انه انا الان ابغى اسجل في الامتحان في ديسمبر. طبعا سنوياً في 4 امتحانات سنوية، في كل ربع سنوي عاد يكون في مارش، في جون، في سبتمبر، في ديسمبر. بما أن الآن إحنا في سبتمبر فما تقدر الآن تسجل في اختبار سبتمبر اللي هو راح يكون يعني خلال الأيام القادمة، ولكن أنا راح أدرس اليوم في شهر سبتمبر، و بالنسبة لي بسوي بوكينج للامتحان في ديسمبر. طبعا هنا راح تشوف الامتحان يفتح من 1 إلى 14 ديسمبر. نشوف هنا من 1 إلى 14 ديسمبر from 1st to 14th of December the exam window you can sit for the exam, you can select for example 1 or 2 or 3 etc until 14. When can I book the exam? Between 18th of August, yeah, 2 weeks ago up to 2nd of November. يعني 3rd of November إذا جيت 3rd of November ما راح تتمكن بالامتحان to sit for exam in December. You will sit for March between 15th and 28th which is the quarter number one. Okay, so this is when to sit for exam, this is your exams dates, and here when to apply. You have to keep them and to get like screenshot of this
سلايد. اوكي جميل. How to select your exam, you will receive confirmation from the testing company خلال 10 ايام business days. يعني لما تقول business days we exclude weekends. بعد ما تدفع ب 10 ايام business days you will receive confirmation. They will guide you through the scheduling process. They will review your application, and you have to select 3 days and to give them 3 days. Like for me, I would like to select 1st of December, 2nd of December, and 3rd of December. Anyone, so when they communicate with the test center, they will select any one of those 3 days, and they will communicate that we are free on 2nd of December. In the 1st and 3rd, we are not free, so sorry, we are going to schedule it for 2nd of December. Do you agree or disagree? Do you want to reschedule it, etc.? أستاذ محمد معلش تعيد شرح التسجيل بالعربي لأن في أسئلة كثيرة عليه. أيضا بس كلمة للحضور الله يعافيكم اللي عنده أسئلة مهمة زي عن المرجع آلية التسجيل تكتبونها بالQ&A لأن ما شاء الله الشاتنج في ضغط كبير مش قادرة أنا أكتب فيه ولا قادرة حتى أقرأ كويس. بتفضل أستاذ محمد. بالنسبة للإكزام إحنا ذكرنا قبل شوي هو طبعا قيمته 579 اذا انت مش منبر في الجمعيه. وانا عشان كذا انصح الجميع في انضمام الجمعيه عشان برضه تخف عليك الفيز تبع من 579 الى 473 دولار. بالاضافه الى انه بعد ما تعمل البيمنت خلال 10 ايام راح يتواصلون معك بايميل. طبعا انصح الجميع بما انكم ما شاء الله 1000 شخص كل شخص منكم مسؤول عن نفسه من ناحية رقم واحد إنه يختار الإيميل الصح لأنه ما تقدر تتعامل بطريقة رسمية وتدفع فلوس وأنت كاتب لك نيك نيم فور إكزامبل. أوكي يعني أنا الآن ممكن أفتح لي أعمل لي يوز إيميل اسمه مثلاً محمد الحجي أو أم الحجي. أوكي من هنا أساس إنه طريقة التواصل هناك لما تتواصل مع ناس في أمريكا ما يدرون من هو ويتي بوي ولا بينكي جير ولا رود روس ولا مدري إيه. هذه الشغلات راح تتعبك كثير لو كان في ريسكيجول ما ريسكيجول ما راح يتعرفون عليك للأسف. فننصح دائما يكون عندك بروفيشنال إيميل ولما تتعامل وتتواصل مع AMB.com طبعا راح يشرحوا لك يعني في خطوات معينة لحد ما يعني تعمل البيمنت. بعد البيمنت انت راح اساسا يوصلك ايميل وتراح تختار من ضمن التواريخ اللي تحدثنا عنها سابقا when to sit for exam. انا اخترت من 1 الى 14 اخترت اللي هو يوم 1 و2 و3 وقلت لهم اي يوم بين هالثلاثة ايام انا جاهز للامتحان وذكرت من 18 اغسطس ولا من اليوم مثلا اللي هو تاريخ اليوم 2 سبتمبر إلى تاريخ 1 ديسمبر يعني عملت ريفيو كامل للكونتنت من ناحية CPHQ كونتنت all the recommended textbooks etc. وفي لما جاء يوم 1 أو 2 ديسمبر أنا كنت جاهز للامتحان. متى أنا ممكن أمتحن؟ إذا أنا جديد على المجال بطريقة أخرى يعني يفضل أنك ما تجي تعمل الامتحان خلال 3 شهور تعطي نفسك وقت لأنه بصراحة خلنا نكون واضحين ما راح تذاكر أنت 3 شهور بتواصلة كثير منا يعمل ومش فاضي ويحتاج تنسيق وقت فممكن أنت you aim for March مثلا بدال ديسمبر خصوصا يعني فيها مبلغ أنت راح تدفع وهل أستطيع أني أنا لو سقطت أن أختبر مرة ثانية؟ نعم تستطيع لأنه في بينه أساسا 90 يوم. أوكي في عدة مراكز في المدينة المنورة في جدة في الظهران في الرياض في كل مكان يعني في هذه المدة الأربع طبعا الرياض وجدة والخبر والظهران والمدينة
5 مراكز للفيميل والميل متوفرة موجودة في السعودية، وطبعا يصير لها أبديت من وقت إلى آخر. الباسنج ريت طبعا كل ما له يزيد ما شاء الله، خصوصا انترناشنال، يعني لما نقارن في أمريكا أو في العالم، في العالم ما شاء الله قام يزيد، يعني تخيلوا عام 2012 33%، ارتفعت هذه النسبة إلى 60%. يعني من نظركم السبب؟ السبب لكثرة ما شاء الله أول شيء المراجع والكتب اللي تؤهل الـ healthcare provider to understand it. At the same time كثرة الدورات وأيضا المتخصصين، وأيضا كثرة الاهتمام بالاعتمادات في المستشفيات، أصبح في حاجة وفي وعي كبير عند الممارسين الصحيين. فشخصيا يعني أنا أنصح الجميع الاهتمام في الكواليتي، لأن مجال صراحة يعطيك زخم كبير في طريقة كيفية تحسينك لجودة العمل اللي تقوم فيه. في خلال اليوم اللي راح نتكلم فيه، اللي هو خلال اليوم الامتحان، يجب عليك انك تجيب على الاقل 2 identification IDs، مثلا الرخصة، الجواز، بطاقة الاحوال، اي هوية فيها معتمدة في بلدك، وبنفس الوقت فيها صورتك وايضا اسمك بالانجليزي، مثلا الرخصة والجواز. راح تاخذ، راح ياخذ لك صورة، وبعد كذا راح يعطونك 15 دقيقة بريتست. في بريتست يعني ما عليه أي درجات ولا في شيء، يعني مثلا بيقول لك ايش مثلا الكابيتال سيتي في السعودية، بتقول الرياض، تضغط الرياض، فحاولون يخلونك يعني تعمل براكتس، او يعني تكون فاميليار مع الانفايرمنت اللي هو الكيبورد والشاشة وايضا الماوس. بعد كذا راح يعطونك 3 ساعات، 3 ساعات للإجابة عن 140 سؤال. فأنا أتوقع يعني الآن يعني فيه الآن يعني في وقت الآن يمكن 3 دقائق للأسئلة. صراحة يعني الموضوع له يعني ما نقدر نختزله في ساعة واحدة، ولكن إن شاء الله بإذن الله تعالى يعني مستقبلا راح يكون إن شاء الله فيه العديد من اللقاءات المعرفية، وإن شاء الله بإذن الله تعالى ننصحكم، أنا شخصيا أنصحكم بالانضمام إلى نادي الجودة وسلامة المرضى السعودي، ومتابعة حساب نادي الجودة السعودي. طبعا الهدف منه إنه نخلق يعني منصة تعليمية تثقيفية في مجال الجودة وسلامة المرضى، ونكون كلنا يعني ممارسين وأيضا aware، وبنفس الوقت إحنا we are practicing the right tools with the right knowledge for the right purposes, and this is what equality is, to do things right from the first time and all the time. يعطيك العافية أستاذ محمد، محاضرة شيقة. إذا تحب أعطيك الأسئلة وتجاوبها، يعني أقول لك الأسئلة. طيب، أول سؤال كان عندنا، ما هي أفضل المراجع للتحضير للاختبار؟ جميل، هذا سؤال شائع طبعاً، ولكن اللي أنا أقدر أقوله أنه there is no single، بالنسبة لي أنا شخصياً قد يختلفون زملاء معي، ما فيه كتاب واحد هو الشامل لكل شيء، هو الوحيد. يعني أقول لك أقرأ مثلاً جانيت براون وخلاص، أو كيو سوليوشن وخلاص، لا. إحنا لما ندخل على الويب سايت نشوف الريسورسز الموجودة في الويب سايت، نلاحظ فيه لستة من الكتب والمراجع وأيضاً الارتيكلز، خصوصا العلم قاعد يتجدد، خصوصا لما نتكلم خصوصا في مجال المعلوماتيه الصحيه، ترى موجود من ضمن البيشنت سيفتي، في باب البيشنت سيفتي موضوع مثلا سمارت بمب مثلا. لما نتكلم في الجانيت براون ما راح يتعرضون له كثير، لكن راح يتعرضون له كثير في الكيو سوليوشن، راح يتعرضون كثير في العديد من الارتكلز الجديده في المجال. ف انا شخصيا لو بقرا الامتحان ما راح سواء بعمل فوكس على كتاب واحد او كتابين او ثلاثه،
راح أركز على المعرفة، على المعرفة والمعلومة من أي مكان كانت. ولكن الميزة في الـ NHQ يعني لو نقارنها مثلاً بالـ CPS أو في الاختبارات الثانية، بعض الاختبارات ترى ما فيها مراجع ولا يذكروا لك the best choice to read. صحيح صح صح ولا صح الحين يعني يعني ما شاء الله حصلتي على CPHRM وعلى CPS، في إشكالية في المراجع. أعتقد CPBS هو اللي كان فيه المراجع ما كانت واضحة، بس بتأكد من هالمعلومة. طيب أستاذ محمد، إذا معلش قبل تكمل، بس إنه كم مدة التحضير؟ يعني أنا لو كنت عندي خبرة بالجودة عدد من السنين وباخذ CPHQ، والسيناريو الثاني لو أنا نيو أو جديد بمجال الجودة، كم أحتاج عشان أحضر للاختبار؟ جميل. طبعاً في نقطة مهمة دائماً أستاذ محمد أنت تذكرها بدوراتك، إنه الاختبار بالإنجليزي، فإتقان مهارات اللغة الإنجليزية جداً مهم. أحسنتي. أحد أهم الشغلات اللي الواحد لازم يركز عليها قبل الامتحان، وأساساً إن نترك CPHQ على جنب، في القطاع الصحي اللغة الإنجليزية هي اللغة الأم للقطاع الصحي في المملكة. يعني أنا ما أقدر الآن أكتب مثلاً وصفة طبية بالعربي، صح ولا لا؟ راح تكون مخالفة. فالفكرة إنه إحنا لازم نتقن أول شيء اللغة الإنجليزية، واللغة الإنجليزية ليست بلغة صعبة. يعني مثل تخيل واحد يتعلم لغة عربية، يعني اللغة العربية صراحة لغة عميقة ولغة جدا صعبة. بعد ذلك اللي هو رقم واحد بالنسبة لي، لو أنا مبتدأ أبعطي نفسي 6 شهور صراحة شخصيا، وبحضر دورات تأهيلية وworkshop ومؤتمرات، وبحتك باللي عندهم تجارب، أبسأل بصراحة. إحنا في نادي الجودة سلامة المرضى نوفر المنصة هذه، بأنه كل الناس المهتمين في الاختبار موجودين عندنا في مثلا في جروبات، مثلا في واتساب جروب. كيفية الانضمام هي خاصة بعد الدورة، لأنه إحنا بعد الكورس نبدأ نراجع مع بعض ونحفز الجميع للمراجعة. على الأقل إحنا نجمع جميع الناس اللي هم مهتمين في الموضوع في مكان واحد. أما إذا أنا عندي تجربة في الكوراتين مدة 2 أو 3 سنوات، خلينا نقول أنا أعتقد 3 شهور راح تكون كافية. إذا ما كانت 3 سنوات صحيح. نفس جوابي لهم بالأسئلة، لما سألوني قلت لهم 3 شهور، عدد الساعات قلت لهم 100 ساعة، يعني كأفريج. صحيح صحيح. طبعا أنت ما شاء الله تبارك الله هيفا، يعني ما شاء الله في الدراسة ما حد يقدر يصير عشان مميزة ما شاء الله عليك. الله يحفظك. بالنسبة يعني هي يعني مثلا عندنا مثال حي ما شاء الله تبارك الله، أستاذة هيفا لما تدرس يمكن الجوال ما تشوفه، ما تعزل نفسها عن تذكر لما كنتي في أخذتي الاس كيو تبع الأوديت. يعني تخيل شخص رايح لمكان ثاني على أساس يدرس ويذاكر ويجلس فوكس، بس إنه أحيانا إحنا نكون بزي، ما أقدر أسافر أنا وأكون isolated، عندي مثلا أولادي، عندي عملي، عندي مثلا عندي other assignment. فأنا أقول ممكن ساعة إلى ساعتين باليوم على ثلاث شهور. صحيح. إذا عندك همة وعندك شغف يمكن قبل ال3 شهور. صحيح. أستاذ محمد بعد برضو ممكن نذكر لهم إنه في الفلاش كاردز مرة مفيدة. نعم. في الـ NHQ ويب سايت في طبعاً دورات أونلاين، في دورات أنا حضرت في الـ NHQ في أمريكا كانت على 1.5 يوم. بصراحة 1.5 يوم يعني too short، و5 أيام too long. فعلى أساس كذا إحنا في النادي طبعاً بعد التجارب ما شاء الله تبارك الله خلال 4 سنوات الماضية اكتشفنا إنه 3 إلى 4 أيام هي مناسبة للجميع. أضف على ذلك في فلاش كاردز انه ممكن انت يوريكوستد في الـ NHQ تشتريها طبعا، او تشتري الامتحان التجريبي. الامتحان التجريبي يعطيك طبعا هو ابديتد، ولو شريته يعني هو تقريبا قيمته $60. بعض الزملاء المتحمسين بصراحه حصل يعني عملوا التست هذا، وطبعا في اختبارات عديده منتشره في الويب سايت وهذا. انا شخصيا اهم شيء يا جماعه لا حد يركز على كيفية اجتياز الامتحان. قبل لا تجتاز الامتحان اسأل نفسك، هل أنت الآن تحس لو أنا سلمتك بروجكت
كتيم ممبر او بروجكت اونر انك راح تنجز فيه صح، لانه هنا اشكاليه بصراحه. تجلس في اجتماع وكل الناس فلان تفضل انت سي بي اتش كيو ورينا شطارتك، تقول والله لا والله درسنا والله بصراحه كنت محظوظ وحليت بالاجوبه صحيح. شكرا لاثارتك هذه النقطه استاذ محمد، فعلا مهم. احيانا يقول لك الشخص على سي بي اتش كيو بس لما تساله بعض التشالنجينج كويستشنز وسام تايمز بيسك ما يكون عارفها، فانت في بعض ما عنده سي بي اتش كيو وما شاء الله تبارك الله عنده اللوجيك للكواليتي. صحيح. نعم، في سؤال ثاني. في سؤال بس انه كان يجينا سابقا على تويتر، انه انا لما يصير عندي سي بي اتش كيو هل يفيدني في التوظيف؟ طب احنا تكلمنا في المحاضره اغلب الان تشوفون الان الاعلانات مثلا استشاري في سلامه المرضى، او يكون مثلا انت تبغى تكون سيرفير مثلا في سباهي، او تكون مثلا كواليتي دايركتور او كواليتي سبيشالست. دائما تشوفون طبعا يهتمون بالناحيه الاكاديميه، يكون عندك باتشلر او يعني ممتاز يكون عندك ماجستير. من الشهادات المهنيه دائما يذكرون السي بي اتش كيو، عرفت كيف؟ فهذه واحده من الشغلات اللي انا بالنسبه لي انا اشوفها لو انا بيجي واحد بيقابل عندي بفضل، يعني لو تكلمنا انه عندي وظيفه كواليتي سبيشالست ومن الشروط يكون عنده باتشلر ديجري في النيرسينج وجوني 10 لكن واحد منهم عنده سي بي اتش كيو، بالتالي الواحد بيختار اللي تجدون اللجنه بتختار اللي معه سي بي اتش كيو اكثر، لانه يكون عنده حظ اكثر من غيره. في طريقه شيء يعني شيء مهم جدا، ترى في شهادات وهميه بالنسبه لي انا اشوفها ما لها اي فائده ومسمياتها مشابهه للسي بي اتش كيو او السي بي اس او مدري، ولكن دائما يعني اتذكر انه في سبق وذكرنا في تغريده سي بي اتش كيو من ال ان اتش كيو، يعني لو انا جيت اليوم وقلت لك بعطيك سي بي اتش كيو تحل لي 50 سؤال وبكره بعطيك سي بي اتش كيو، هذه شهاده وهميه. صحيح. نفس الشيء يا استاذ محمد، حتى في الريسك مانجمنت لاحظنا ان في شهادات بنفس الاسم، يعني هذا الكورس ريسك مانجمنت السي اتش ار ام طبعا من الاتش اي مثلا السي بي اس من الاي بي اس اف ناشونال بيشنت سيفتي فاونديشن اللي هي الايند مع الاي اتش اي. دائما يعني قبل حتى للاسف حتى اسعارها مبالغ فيه بشكل رهيب، يعني تخيل كورس مدته 4 ايام قيمته 5000 ريال الى 4500 بصراحة، يعني this is too much، لأنه وبنفس الوقت ما لها فائدة. يعني CHQ مثلا بدون ذكر اسماء CHQ هي واحدة من CHQ. صح. CPHRM أيضا في نفس الموضوع صار معها، بس احنا حابين نوضح احنا ما نقلل من قيمة الانستركتورز اللي يقدمونها، يقدمون معلومات ممتازة وجيدة، لكن الاعتراف بالشهادة لا، الشهادة الأصلية الشهادة المعروفة عالميا هي CPHQ والCPHRM والCPBS، فتكونون حذرين. يعني انا مره واحده حضرت لي دوره سي بي اتش ار ام وجاتني بعدين قالت انا نجحت، فقلت لها روين الشهاده عشان انزلها بتويتر، فطلعت ماخذتها من جهه اخرى. صحيح. في شغله مهمه بس نبي نذكرهم فيها، انه اثناء الدراسه لما تيجي تحل الاسئله بتوين كل شابتر هايلايت الكويستشنز اللي تحلها غلط على اساس ترجع لها بعدين، لان هذه الويكست اريا. هي فيها ترك والله استاذ هيفاء، للاسف احيانا مشكله الوقت 3 ساعات ما هي بكفايه. صحيح. لو اسوي له هايلايت او اسوي له فلاج وبرجع له مره ثانيه كل سؤال. لا انا اقصد في التدريب، في التدريب مش في الريل اكزام. يعني لما يتدرب بعد كل شابتر. نعم صحيح، في كل شابتر في طبعا اسئله عندك جوت براون، ولكن حديثي في الامتحان نفسه. في الامتحان في خاصيه اللي هو تعمل فلاج للكويستشن وترجع له مره ثانيه. للاسف احيانا ما يمديك، ما يسعفك الوقت 3 ساعات على 140 سؤال، تراها قليله جدا والوقت يمشي بسرعه. ونصيحتي دائما يعني حاول ما تقضي اكثر من دقيقه و20 ثانيه في سؤال واحد. اذروايز انت لانه في الاخير الاسئله اللي ما راح تحلها ما راح تكون عليها درجه وراح تكون عن صفر، لكن الاسئله اللي انت حليتها ممكن انها يعني 50-50 ممكن تكون يعني صح. صحيح. في عندنا سؤال عن صلاحيه الشهاده، هي 3 سنوات.
والتجديد إما عن طريق الرسوم أو عن طريق أنك تأخذ الاختبار مرة أخرى. بس أستاذ محمد ما أعرف إذا تتفق معي إنه كان على وقتنا إحنا كان أصعب شابتر الـ performance improvement، فما أعرف هل حد الآن تتفق معي بهذا الموضوع؟ بالضبط، هو الـ performance improvement لأنه صراحة شامل، يعتمد على شخصيتك كقائد، ويعتمد على قدرتك كمحلل للديتا، ويعتمد على السنس تبعك في السيفتي. فبيست الخبرات هذه انت راح تقدم على الامتحان. يقول لك what is the problem in CHQO، هذا again احنا مش CHQ، يعني السؤال اسمه CHQ. طيب استاذ محمد تحب تضيف، تحب تجاوب على اسئله اكثر؟ ما في مشكله، تفضل. بالنسبة لي ما في أسئلة، هي تقريبا هذه هي المين كويستشنز اللي كانت موجودة. كثير سألوا على الانضمام للنادي، طبعا حضرتك عرفت السلايد. This is the way to join the Saudi. نعم، هذا حسابنا في تويتر. نرحب بالجميع، وبالعكس يعني فرصة نكون عندنا على الأقل يعني منصة تجمعنا جميعا بطريقة يعني غير يعني خارج العمل. احنا جميعنا هيلث كير بروفايدر، نطمح إلى أنه نقدم الخدمات الصحية في المملكة إن شاء الله برقي وأيضاً بجودة عالية عالية، لأنه مؤمنين أنه جميع الطاقم الطبي الموجود في كل مستشفى يسعون ليلاً نهاراً لإنجاز مهمتهم بكل أمانة، وما عندنا شك بأحد. ولكن للأسف أحياناً السيستم أو النظام أو الستاندرز ما يكون واضح للجميع فنقع في الأخطاء. من هنا يعني بصراحة أنا أشوف أنه الأويرنس والإيجوكيشن والترينينج هي مسؤوليتك كممارس صحي، وبإذن الله تعالى إن شاء الله يعني نخلق جو من الإكستشينجينج ويعني تبادل الخبرات والتجارب، تكون إن شاء الله يعني خدماتنا الصحية من أفضل إلى أفضل بإذن الله تعالى. طيب ناخذ آخر سؤال. أعتذر صراحة يمكن أنا اختزلت الشيء الكثير بهالساعة أو الساعة. لا أبداً، بالعكس كانت رائعة. إن شاء الله بإذن الله تعالى يعني المستقبل إن شاء الله أمامنا، ونلتقي فيكم إن شاء الله جميعاً. جداً. أستاذ محمد سؤال أخير بس، علامة النجاح. إيش؟ هو يستخدمون شيء اسمه أنقف سكور سكيل، اللي هو نسميه حنا بالعربي المنحنى. أحياناً يساعدك الوقت إنه المتقدمين طبعاً ذاك الكوارتر أو الربع السنوي ما يكونون يعني أدائهم بالثمانينات والتسعينات، فيقولوا والله 85، وأحياناً ما شاء الله قبل فترة بسيطة كان 96 ما شاء الله تبارك الله. السكور النجاح 96 من 110؟ 125. أوكي. نعم. على وقتنا كان تطور. على وقتنا على تتذكر يعني 2010 يمكن 2012 كان بالثمانينات. صحيح صحيح، 86 84 نعم. ولكن في احد امتحانات 2019 كان 96 في 91 ايضا. نرجع هنا بالنسبه لي لا يهمك انت درس الامتحان، اجين خلونا نركز على هل عندنا معرفه، وهل لما نجلس في قاعه اجتماع او نلقي محاضره عن موضوع في سلامه المرضى او الكواليتي بيرفورمانس امبروفمنت نستطيع نتكلم بكل ثقه، ولا راح يكون في هيزيتيشن؟ صحيح، فعلا هي هذه الرساله، يعني knowledge is power، يهمنا انكم تفهمون الكواليتي وتستوعبونها، to be assertive, to lead, you are leading this nation in the future, so we want you to be really يعني high quality CPHQs. فالله يعطيك العافيه. اذا تحب تختم استاذ محمد. والله الختام يعطيك العافيه عندك ان شاء الله، ولكن نشوف اسئله كثيره حول الاعتماد من الهيئه. تكلمنا انه حاليا هيئه التخصصات الصحيه طبعا ما تعتمد اللي هو شهادات مهنية، ولكن إن شاء الله مستقبلا ليش لا؟ إن شاء الله في المملكة يعني في نمو مستمر إن شاء الله وفي تطور، وبصراحة شيء يعني نحسد عليه. نتمنى التوفيق لكم جميعا، وألف شكر على تسجيلكم وعلى حضوركم، وأيضا على يعني إن شاء الله تبارك الله يعني عدد كبير وساعة تجلسون لاستماع المحاضرة. كثير زعلان، هذا شيء إنجاز يا أستاذ محمد، كثير زعلانين في تويتر إنهم ما تمكنوا بالحضور. لا إن شاء الله بإذن الله تعالى راح يكون فيه فرص أكثر وأكبر،
وبنفس الوقت اللي فاتوا محاضرة اليوم ترى في محاضرة قادمة إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله راح نعلنها إن شاء الله في تويتر. الزملاء إن شاء الله راح تكون محاضرات تباعاً. محاضرة اليوم هي مقدمة فقط، يعني ما راح أتكلم كثير عن المحتوى، يعني زملائي إن شاء الله راح يدخلون إن شاء الله في بعض التفاصيل وراح يعطونكم العديد من المعلومات إن شاء الله المهمة، مع العلم إنه أنا بالنسبة لي لا محاضرة ولا دورة راح تكفي إذا أنت ما أو أنتي ما عملتوا يعني كرستوا وقتكم وجهدكم للمذاكرة والقراءة. الله يعطيك العافية وشكرا لك وشكرا لحضورنا الكريم، وإن شاء الله نشوفكم في دورات في المستقبل. أحب بس أذكر أن أستاذ محمد يعني شارك معنا بالتطوع بدون أي مقابل، فمشكور لوقتك ومشكور واجب. الله يعطيك العافية وألف شكر على مبادرتك. الله يعطيك العافية، تمسون إن شاء الله على الخير ونشوفكم إن شاء الله خلال كم شهر كلكم سي بي اتش كيوز إن شاء الله. يعطيكم العافية. نغلق البث الحين. السلام عليكم. شكرا، مع السلامة.